السلام عليكم. بالنسبة للتلامذ ديال السنة الخامسة من التعليم الابتدائي اللي عندهم مفيد في الرياضيات، بعد ما درت بعض الدروس فقط إلى أنه البعض من التلامذ طالبوني ببعض الدروس، وخصوصا درس ديال الجمع والطرح ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية، لأن البعض لاحظ على أنه عنده مشكل كيفاش يحط العملية أو لا كيفاش يقوم بعملية ديال الحساب، سواء بالنسبة، واللي هي الغريب في الأمر أن تيبعدوا لي الوحدات على الوحدات، ما كيحطوش الوحدات تحت الوحدة أو لا العشرات أو لا المئات تحت المئات في العملية. يعني الهدف ديالنا هو أننا نحسبوا مجموع وفرق الأعداد الصحيحة الطبيعية بالاعتماد ديال تقنية أو لا طريقة الاعتيادية. عندنا التمرين رقم 2 ياك، رقم 2. اذا عندنا انجز، اضع وانجز العمليات الاتيه. عندنا الصفحه رقم 30، الصفحه رقم 30 من كتاب المفيد في الرياضيات. هاد التمرين هذا غادي يفيدنا حتى التلامذ اللي كاينين في الخامس او لا السادس اللي باقي عندهم مشكل في غادي نجزو العمليه ونوريكم الطريقه كيفاش غتحطوا العمليه ككل، خصوصا في عمليه ناقص هي اللي تيكون فيها المشكل او لا حتى في زائد. اذا اولا اللي لاحظت على ان كاين بعض الامهات كيتشكاو على ان التلامذ عندهم مشكل مع هذا الهامش، هذا ان الهامش اللي عندنا الهامش على اليمين هو اللي غنكتبوا به العربيه، لان كاين اللي كيدير على اليمين وكيكتب به الفرنسيه. اذا اضع وانجز العمليات التاليه، غادي تصيب عبد الله العمليه داكور. عندنا هذه غنحطوا العمليه الاولى 20000، يلا حط في ورقتك عبد الله 20000 ناقص. بالنسبه لعمليه ناقص كنبداو من الوحدات، نديروا الوحدات تحت الوحدات، يعني 7 تحت من 0، 6 تحت من 5 من 0، 5 تحت من 0، و4 تحت وحدات الالاف ديال 20000، وكنديروا عمليه تساوي. حطيتي العمليه عبد الله، حط الوحدات تحت الوحدات، المئات تحت المئات، العشرة تحت العشرات، المئة تحت المئات، ثم وحدة الآلاف تحت وحدة الآلاف، مئة الآلاف تحت مئة الآلاف. عندي العملية الثانية فيها ثلاثة ديال الحدود، غادي نبداو بأكبر حد أو لا أصغر حد، ولكن يستحسن نبداو بأكبر حد. يعني 9867 زائد 54، غنشدو 4 دائما تحت من 7، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. عندي هنا 432، نجز العملية ديال ناقصة عبد الله باش نشوف النتيجة. 400 غنديرو زائد تحت من زائد، 432 يعني 2 تحت الوحدات، 3 عشرات، و 4 مئات، ونديرو عمليات تساوي. غادي نتسنى واحد شوية بين ما قد تلميذ العملية، عاد نخرجها هنايا نشوف النتيجة في الكتاب عندي. كما كنعرفو بالنسبة لعملية ناقص، أن صفر ناقص 7، كاين اللي كيدير ليا ناقص من صفر، من 7 ناقص صفر وكيحط 7 على خطأ. دائما كنحطو الفوقاني ناقص التحتاني. صفر ناقص 7 لا يمكن، يعني السليف واحد العشرة من هادي غنسالفو، وأول ما نديرو ملي كنديرو السلف كنتسلفو كنردو السلف العشرات ديال هذا العدد اللي لتحت. عشرة ناقص 7، عشرة ناقص 7 كم؟ عشرة ناقص 7، عشرة ناقص 7 ثلاثة، تخي بيان، ثلاثة. عشرة ناقص 7 ثلاثة، الأمور للعشرات. صفر ناقص 7، لأن هاد ستة ملي زناد واحد ولات 7، صفر ناقص 7 لا يمكن، يعني أستلف وأرد السلف. عشرة ناقص 7 أيضا شحال؟ ثلاثة، تخي بيان، ثلاثة. عندي تاني صفر ناقص هنا 6، أستلف 10 ثم أرد السلف، دايما ردوا السلف. عشرة ناقص 6، عشرة ناقص 6 كم؟ 4، 4. ونحافظ دائما على الوحدات تحت الوحدات، عشرة تحت العشرات والمئات تحت المئات، 4. أمر إلى وحدة الآلاف،
صفر ناقص خمسة لا يمكن، يعني عشرة ناقص خمسة وأرد السلف تحت من تحت من اثنان. عشرة ناقص خمسة كم؟ خمسة. عشرة ناقص خمسة خمسة، ثم اثنان ناقص واحد، نرى أن اثنان أكبر من واحد، إذن اثنان ناقص واحد يساوي واحد. يعني هذه هي النتيجة ديال العملية الأولى. أمر إلى عملية زائد. قلتي على العملية، يلا أنجز العملية باش نخرجوها أمام التلاميذ. إذن سننجز العملية جماعة. سبعة دائما تنمشيو الوحدات زائد الوحدات، كاين اللي كيبدا ليا تاني الجمع. تشوفوا الغرائب، الجمع تيبدا ليا من هنا من اليسر. لا راه كنبداو من الوحدات من اليمين. سبعة زائد أربعة كم تساوي؟ سبعة زائد أربعة نعم، 11 زائد اثنان 13 وأحتفظ بواحد. واحد الاحتفاظ زائد ستة كم؟ واحد زائد ستة سبعة زائد خمسة. سبعة زائد خمسة غيب شوية تتحسبها. سبعة زائد خمسة 12 زائد ثلاثة 15. مزيان 15. ثمانية زائد واحد لأن احتفظنا بواحد. ثمانية زائد واحد نعم. تسعة زائد أربعة 13 نعم 13 تخيبيا، وكنحتفظو تاني بواحد. واحد زائد تسعة 10. كنحطو دائما 10 تحت، كما قلت وحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، المئات تحت المئات، ثم وحدة الآلاف تحت وحدة الآلاف، وهنا عشرة فيها عشرات الآلاف. تخي بيان يعني انجز العملية في دفترك. إذا نمر للصفحة رقم 31، صفحة رقم 31 تمرين 3، تمرين رقم 3. عندي هنا عدد، العدد احسب الارقام الناقصه في العمليتين التاليتين. العمليه الاولى كما كنلاحظوا في العمليه دائما كيحطوا لنا وحدات تحت وحدات، عشرات تحت العشرات، المئات وحدات الالاف، عشرات الالاف، مئات الالاف. عندنا زائد، ما هو 5 زائد 8 كم؟ 5 زائد 8 نعم، 5 زائد 8 شحال؟ 5 زائد 8 حسبها 13. يعني غادي نحط 3 واحتفظ ب بواحد. شنو هو العدد اللي غنزيدوه؟ واحد، لان لتحت كاين صفر وكيعطينا 10. ما هو العدد اللي كنزيدوه واحد وكيعطينا 10؟ صفر. صفر لازمناه، واحد غيعطينا 10. ركز، في زائد كنزيدو عليه واحد كيعطينا 10. شنو هو العدد؟ ركز مزيان، العدد اللي كنزيدوه واحد وكيعطينا 10 شحال؟ شنو هو العدد؟ 9. علاش غنديرو هنا 9؟ حيت لتحت فيه صفر. 9 زائد واحد 10، حطينا صفر وكنحتفظو بواحد فوق من 4. 4 زائد هاد واحد هي شحال؟ هي 5. شنو هو العدد اللي غنزيدو على 5 وغيعطينا 10؟ 5 زائد 5 تساوي 10 واحتفظو بواحد. ما هو العدد اللي غنزيدو على 5؟ على 1 زائد 5 هي 6، اللي غنزيدو على 6 وغيعطينا 7. شحال عندنا؟ 6 1 هي 7. 2 زائد 8 2 زائد 8 شحال؟ 10. كنحطو صفر وكنحتفظو بواحد. 9 زائد 1 9 زائد 1 9 زائد 1 شحال؟ 9 زائد 1 10. شحال بغيخصنا باش نوصلو 15؟ شنو هو العدد اللي غنزيدو 10 باش نوصلو ل 15؟ 5 5 تخي بيان. نمرو للعملية الثانية اللي ما كتحملوش بزاف، هي عملية ناقص. ناقص عندنا واحد العدد إلا نقصنا منه 5 كيعطينا 1،
عدد تنقصه منه خمسة كيعطينا واحد. العدد اللي تنقصه منه خمسة وتعطينا واحد عبد الله. أربعة. أربعة نقصنا منها خمسة يعطينا واحد. أربعة ناقص خمسة لا يمكن. العدد عدد أكبر من خمسة تنقصه منه خمسة تعطينا واحد. شنو هو العدد؟ ستة. تخي بيان، ستة ناقص خمسة تساوي واحد. أربعة ناقص ثمانية هل يمكن؟ أربعة لا يمكن، يعني كنستالفو وكنردو هنا السلف. أربعة عشر ناقص ثمانية، أربعة عشر ناقص ثمانية شحال؟ أربعة عشر ناقص ثمانية غايب شوية عليك تتحسب. أربعة عشر ناقص ثمانية شحال؟ أربعة عشر ناقص ثمانية شحال؟ لا، أربعة عشر ناقص ثمانية ستة. ستة فوالا ستة. ثلاثة غنقسم من واحد العدد غيعطينا تسعة، يعني هنا عدد غيكون عدد أكبر، يعني ثلاثة عشر ناقص عدد ويعطينا تسعة. عدد هو 13 وزدنا الى زدنا واحد غيعطينا تسعة. شنو هو العدد؟ ما هو العدد اللي غادي نقصوه من 13 وغيعطينا تسعة؟ 13 ناقص ذاك العدد غيعطينا تسعة. غدير 13 ناقص 9 شحال؟ 13 ناقص 9 13 نقص منها 9 دائما كنهزو هذا ناقص هذا الخارج. 13 ناقص 9 شحال؟ ثلاثة عشر ناقص تسعة شحال؟ لا ماشي اثنان، لا ماشي ثلاثة. 13 ناقص 9 دائما كناخدو هذا ناقص الخارج. 13 ناقص 9 أربعة. أربعة وحنا هاد العدد أربعة بهاد واحد ديال الإحتفاظ، يعني هنا تلاتة تلاتة. غنردو السلف هنا صفر، يعني غنتسلفو صفر أصغر. عشرة ناقص اثنان عشرة ناقص جوج تمانية، مع هاد واحد يعني هنا سبعة. سبعة واحد ناقص واحد كتساوي صفر. عدد كنقصو منه خمسة كيعطينا أربعة. عدد كنقصو منه خمسة كيعطينا أربعة تسعة. دوا تمرين رقم ثلاثة. تمرين رقم أربعة. Je vérifie l'égalité suivante en posant et en effectuant les opérations sur mon cahier. À des opérations, et ben, غادي نشوفو واش l'égalité est واش صحيحة أم خاطئة، est fausse ou bien si c'est vrai ou bien fausse. غادي نجز هاد العملية وهاد العملية ونشوف واش صحيحة أو غير صحيحة. إذا غادي نحط العملية في الدفتر باش ما تغلطوش. عندنا عملية زائد دائما ثمانية ستة سبعة ثلاثة وتسعون ألف، وزائد سبعة تسعة خمسة ثم ثمانية، هذه عملية زائد. ثم عملية ناقص هي مئة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ناقص دائما كما قلت سبعة ثمانية تسعة صفر ثم اثنان. هي العملية غنتسنى التلامذة تيخرجوها، عادا نقوم أنا بالعملية. هادو هما العملية في التمرين رقم أربعة. أون فا غياليزي سيت أوبيغاسيون. غادي نجز الآن العملية. ثمانية زائد سبعة، ثمانية زائد سبعة تساوي
8 زائد 7 كتساوي 15. 9 زائد 6 زائد 1 كم؟ 6 زائد 1 7 زائد 9 تساوي 16. 8 زائد 5 13. 8 زائد 4 تساوي 12. 9 زائد 1 تساوي 10. غادي نراجعوا. 8 زائد 7 15. 6 زائد 9 زائد 1 يعني 10 زائد 6 16. 7 زائد 1 8 زائد 5 13. 3 زائد 1 4 زائد 8 12. 9 زائد 1 10 يعني العملية صحيحة. 2 ناقص 7 لا يمكن دائما إذا كان البسط عفوا إذا كان الحد الأول أقل أصغر من الحد الثاني يعني تنقولوا تنسالفوا 12 على أو كان ردوا السلف. 12 ناقص 7 5. 5 ناقص 9 نفس الشيء أستلف. 15 ناقص 9 كتساوي 6. هنا تاني كنتسلف. 13 ناقص 10 3. 3 ناقص 1 2. 2 ناقص 2 0 ثم 1 ناقص 0 1. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العمليتين متساويتين. دونك ليغاليتي اي فغي. اللي فغي أن العمليتين متساويتين. 102365 و102365 ليغاليتي اي فغي. ليغاليتي غنديرو هنا ليغاليتي اي إيغاليتي إيغاليتي. هذا هو عندنا تمرين 2 3 و 4 من صفحة رقم 31. من صفحة رقم 31 غادي نمشي للإنجاز نفس الشيء ديال العملية. أنجز العمليتين اللازمتين ثم أتمم قسيمة الشراء. عندي مجموعة ديال قسيمة شراء، عندي المجموع وعندي ثلاثة ديال الأشياء اللي أنا شريت. بغيت تالت شنو غندير؟ غادي نجمع هادو بثلاثة، من بعد غندير عملية الفرق. غادي نقدهم في الدفتر وغتشوفوا نحط العملية في الدفتر حيت هنا عندي ضيق، ولكن غادي نحاول ما أمكن نشوف ننجز العمليات. غي هنايا عندنا 7 9 ثم 6 زائد 45 زائد 8 0 3 ثم 2. كما قلت لكم كما حطينا زائد راه كيجينا هو هذاك. 7 زائد 5 12 زائد 8 20. 9 زائد 2 11 زائد 4 15. 6 زائد 3 9 زائد 1 10. 3 2 زائد 1 تساوي 3. يعني المجموع اللي عندي 3050. العملية الثانية باش نلقاو هذا الثمن هي 3907 ناقص 3050. 3050 7 0 ناقص 5 لا يمكن وأرد السلف. 10 ناقص 5 5. 9 ناقص 1 8. 3 ناقص 3 يساوي 0 يعني هنا كاينة 7 5 ثم 8 857 درهم. عندنا التمرين رقم 6. تمرين رقم 6 على مور دو شارلوت او 1977 على اج دو 88 ans. Haj Madani avait 29 ans. Que calcule-t-on en faisant chacune des opérations suivantes? 1977 moins 88 et 1977 moins 20. La première, 1977 moins 88, c'est la naissance de Charlot. Naissance de Charlot. Yani, ملي تزاد Charlot.
1977 moins 29, c'est la naissance de Hajj Madani. La naissance de Hajj Madani. Hajj Madani. Effectue les deux opérations sur ton cahier. On va dire 1977. Bon, pour 6. 1977 ناقص 29 ثم الثانية 1977 ناقص 88 يعني غنعرفوا لا دات نيسونس ديال الحاج مدني 7 مو 9 17 ناقص سعودية 8 7 ناقص 3 4 ناقص 9 1977 ناقص 29 9 1 يعني هذه المدني تزاد سنة 1948 بالنسبة لشغلو 17 ناقص 8 تعطينا 9 7 ناقص 9 يعني 17 ناقص 9 هي 8 9 ناقص 1 8 ثم 1 يعني هذه سنة ازدياد المدني 1948 ثم شارلو تزاد 1889 1889 انطلق بالنسبة لرقم 7 انطلق طائر مهاجر من مدينة مراكش في اتجاه مدينة باريس التي تبعد عنها جوا ب 2500 كيلومتر قطع في اليوم الأول 687 كيلومتر في اليوم الثاني 554 كيلومتر وفي اليوم الثالث 467 كيلومتر احسب قياس المسافة التي يجب عليه أن يقطعها في اليوم الرابع ليلتحق بصير به في باريس يعني قطع 687 زدناها 554 زدناها باش نخليكم الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه يعني 7 زائد 7 14 زائد 4 18 11 زائد 9 20 6 زائد 4 10 زائد 5 15 زائد 2 17 يعني 1700 قطع 1700 كيلومتر في 3 ايام يعني اليوم الرابع باش يوصل لباغي خاصنا نحسبوا 2500 كيلومتر ناقص 1708 كيلومتر يعني خاصو يقطع مسافه 2 10 ناقص 1 9 5 ناقص 8 يعني 15 ناقص 8 هي 15 ناقص 8 هي 7 اذا يجب عليه قطع مسافه 792 كيلومتر ليصل الى سربه قبل مغادرة مدينة بن ملال في اتجاه مدينة فاس كان عدد سيارة والدي يشير إلى 271,659 كيلومتر وعند الوصول إلى مدينة فاس أصبح العداد يشير إلى 2072 وحسب المسافة بين المدينتين يعني 272,005 ناقص 271,659 ديروا عملية ناقص 5 ناقص 9 لا يمكن 15 ناقص 9 6 1 10 ناقص 6 تساوي 4 0 ناقص 7 لا يمكن 10 ناقص 7 وكنردوا السلف 10 ناقص 7 كتساوي 3 2 ناقص 2 0 7 ناقص 7 0 صفر يعني المسافة بين المدينتين هي غنكتبو تاني واخا لقينا هادي غنديرو المسافة بين المدينتين هي 346 كيلومتر 346 كيلومتر 346 كيلومتر هادي هي الصفحة كلها صفحة كما هي الصفحة الأغلبية يقول لك صوري لنا الصفحة هي صفحة كما هي الإنجاز هما العمليات الإنجاز العمليتين الأولين
العمليات ديال رقم 6 رقم 4 ثم العمليات ديال رقم 6. شكرا لكم على التتبع ديالكم، على التعاليق ديالكم الايجابيه، تقولوش عليا باللايك وبالسبسكرايب، وشكرا لكم.